السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير. فيديو جديد، محمية العم العزيز أبو حيدر بشارع المعهد بالزعفرانية، وراح نصور لكم الحلال الموجود اللي عنده. أكو حلال للبيع وحلال للعرض فقط إخواننا الأعزاء، ولا يوجد خدمة توصيل. تحياتنا لكم. السلام عليكم عم ابو حيدر. اهلا وسهلا يا اهلا. شلون الصحة؟ طبعا احنا فوق السطح وانت ما شاء الله مسوق فاصة نموذجية وحلوة للدجاج، وعندك دجاج عربي، كوجن، هراتي، براهمة، رب العالمين يزيد ويبارك اخواننا الاعزاء. اللي يشوف يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ويصلي على الرسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ربي يحفظكم ان شاء الله، يزيد ويبارك ان شاء الله. عمي الله يحفظك، هذا الدجاج العربي. هذني مجموعة سبعة. نعم. أربع دجاجات وثلاث ملوك. نفتح الباب ونشوفكم ياهن زين. هذني شلع بيعة واحدة. بيعة واحدة شلع. أربع دجاجات وثلاث ملوك. ثلاث ديوتشة وأربع دجاجات. هذني 75. 75 ألف. العدد سبعة، يعني تقريبا التك يطلع على 11 ألف. أقل 11 ألف. 10.5 يطلع التك. وبهم مجال عم ابو حيدر ان شاء الله؟ لا والله. قفلهم 75؟ قفل 75. شهر ان شاء الله ويبيضا ان شاء الله. والوانهم حلوه، كلش حلوه الالوان مالت. هذا الدجاج العربي 75 ألف، العدس سبعه، ديوتشه واربع دجاجات. العدد سبعة، ثلاث ديوتشة وأربع دجاجات. خمسة وسبعين ألف، ثلاث ديوتشة وأربع دجاجات. عيني عم أبو حيدر. عيني هذني كوجن شعري، خمسة أصابع، وجهه أسود، بياضات ثلاثتهن. ثلاث دجاجات وديج. دجاجة سوداء واثنين بيض وديك ابيض. شعر خمس اصابع فول مثل ما تشاهدون. تحاجيل. تحاجيل وكلش حلوات. الدجاجات ثلاثة بياضات؟ بياضات. الدجاجات ثلاثة بياضات. الزوج 100. الزوج 100 ألف، يعني ذني أربعة 200 ألف. طفل بهن مجال. الله يخليك بهن مجال. بهن مجال للطيبين، اخواننا الاعزاء. هذني البيض ذني، وهاي الدجاجة السوداء، هاي الدجاجة السوداء وياهن فول، هاي السوداء ما شاء الله كعكولتها، شراويل، تحاجيل كلش حلوة. خمس صابع وبياضات، والقفاص ما شاء الله مرتبة ونظيفة وكاملة اللقاحات مالاتهن. هذني 200 ألف، 200 ألف وبهم مجال، اللي ياخذهم ما يخسر. عيني عم ابو حيدر، هذا النقفاص ايضا عندك؟ هنا ابراهما. ابراهما ما شاء الله. ما شاء الله. والثلاث دجاجات، دجاجه عندي نايمه على البيض، ما رضت الا تنام من مكانها. الا من مكانها، عاشت الا من مكانها. هذا ديتشين هنا. ديتشين. لايت دكتوره كلش حلوات. واحد كولومبي وهذا امريكي. افتح لهن، افتح لهن، خلي يروح هناك، خلي يروح يم الدجاجات احسن. عم ابو حيدر فول ضخامه ما شاء الله، فول ضخامه، عاشت ايدك. هنا دجاج الابراهمه، هاي دجاجه الرماديه للبيع. هذا للبيع وياها، هذا الديتش للبيع، للبيع، هذا الديتش للبيع، وهاي الدجاجه الرماديه للبيع. للبيع. السعر 150 كفر. سعرهم 150 الف فول ما شاء الله. هذا الديتش، هذا الديتش مثل ما تشاهدون فول ضخامه مثل ما تشاهدون ذني ديتش ودجاجه. هاي الدجاجه الرماديه الابراهمه، وهذا الديتش الامريكي لايت دكتورة، هذن للبيع 150 ألف. هذن للعرض فقط عم ابو حيدر؟ للعرض. هاي الدجاجة وهذا الديج للعرض فقط، والكاركة هم للعرض؟ اي نعم، بس افراخها للبيع. الكاركة هاي اخواننا الاعزاء للعرض فقط، ايضا للعرض فقط، بس الافراخ مالاتها ان شاء الله
اذا هي طلعان ان شاء الله للبيع. هاي ان شاء الله مثل ما تشاهدون نايمه على بيضات واليفه، هاي واليفه مال بيت، ما تستغرب كلش حلوه. خل تاخذ راحتها خطيه على البيضات، هذا مكانها. رب يبارك بحلالك، الله يحفظك ويطول عمرك. اي هذني للبيع، ذني للبيع. هذا الديك وهاي الدجاجه الرماديه 150 الف، فول ضخامه ما شاء الله الديك مثل ما تشاهدون، وحتى الدجاجه خشنه وحلوه، تحاجيل فول كلش حلوات. عيني عم ابو حيدر، تبيع بيض نوعيات يعني مال ابراهيم؟ هو يبيع بس حاليا ما متوفر. اي بيض ايضا يبيع بس ما متوفر حاليا، يعني اتصلوا علي واتفقوا وياه يلم لكم بيضات، يعني تريدون ل 10 ايام لل 15 يوم للشهر، لان ما يقاوم البيض على مود ما يتفاشل وياكم اخواننا الاعزاء. بس اذا تريدون وصوا ان شاء الله ما يقصر وياكم. هذا الدجاج الابراهيم اخواننا الاعزاء، فقط من عنده زوج للبيع اللي هو هذا الديك الامريكي وهاي الدجاجه الرماديه الكاركه وهاي الدجاجه وهذا الديك الكولومبي مو للبيع. هاي مبرده مثل ما تشاهدون للدجاج الابراهيم، لان تعرفون هذا دجاج يحب البروده، خصه بدرجات الحراره العاليه يحب بروده اخواننا الاعزاء. قفاص نموذجيه ومرتبه، وعم ابو حيدر ما مقصر ويا الحلال مالته. وهاي ايضا مبرده هنا للدجاجات، ذني الكوجن الشعر الثلاث ديوشه. نعم دجاجتين خوان، الديوشه ما يتعاركن. لا ما يتعاركن. جيد جيد. وبياضات دجاجات بياضات بياضات عندنا هذن هالسنين. هذن اي الحمر. اي الحمر ذني. اي بيت زوجهن؟ هذني 75 75 الف ذني الحمر. ولديوش البيض؟ وهذني ايضا الدجاجه السوداء وهي ديك منها ذني يصير على 75. على 75 الزوج 75 هنا. اي والديك بوحده ب 45. الديك واذا وحده ب 45 فول ذني اخواننا الاعزاء خمس اصابع. بلا زحمه عليك عمو ابو حيدر، الزمنا الديك شوفهم شنو الخمس اصابع. بارك الله فيك، بارك ولو تعبناك عمو ابو حيدر. اخواننا الاعزاء هاي خمس اصابع، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ما لنا شغله بهاي الحربه، ما نحسبها. هذني اثنين اصابع وهذني ثلاثه خمس اصابع، اصلي ازرق مثل ما تشاهدون، وجه هذا ازرق وهاي الكعكوله مالته كلش حلو، مرات يتعاركن وهاي تتهلس الكعكوله مالته، كعكولتهم فول. الديج اذا وحد الديج 45 الزوج على 75 ديج ودجاجه. تحياتنا لكم، ومو سعر نهائي بياضات الدجاجات، اسعار عم ابو حيدر ان شاء الله مناسبه وبخدمه الزبائن الطيبين وبخدمه المشتركين الطيبين. بخدمه المشتركين الطيبين. هنا دجاج احمر بياض وعراتيات ممتازات تايلانديات. هذني المكركن دجاجات، هذني الدجاجات الاثنين المكركن المستعز بيهن. هاي اختهن، هذني خوات عنده تخم، ذنيك الدجاجتين الكاركات وهاي الدجاجه وهذا الديك. هراتيات ذني للعرض فقط اخواننا الاعزاء، الاحمر البياض وهذني الهراتيات للعرض فقط اخواننا الاعزاء. هاي شوف الدجاجات اليفات ذني كلش حلوات، متعلمات على الحج ابو حيدر هناك. عمي ابو حيدر اقف يمهن، خلي نصورك داخل المحميه مالتك، منورنا انت اليوم، ربي يحفظك. عيني عم ابو حيدر. نعم انا عبد الرزاق، سيد عبد الرزاق الموسوي. والنعم منك، والنعم منك. هاي محميتي وتعبان عليها هوايه واتعب على الدواجن كافه، وانا بخدمه المواطنين، اي سؤال اي استفسار اي حاجه يحتاجوها انا حاضر. ربي يحفظك. بس لا بالمراسله، لان تعرفون انا رجال كبير وما اعرف التليفونات الحديثه. ربي يحفظك. مراسلة اتصل بي على الواتساب خاصة بالليل. نعم بالليل. نعم بالنهار لين اقعد بالمحل وما عندي انترنت بالمحل. بارك الله فيك. العادي ممكن تتصل بي لكن مراسلة ترى ما اشوف. ربي يحفظك عمي ابو حيدر.
اتصال يعني تقريبا من الساعة بالسبعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء متواجد العم العزيز أبو حيدر. أي استفسارات، أي أسئلة، أجوبة، بيع، شراء، إن شاء الله ما يقصر وياكم. أنا حتى ما يتصلون بي من السعودية. والله أنت طيب. ووجه سلامي وتحياتي للأخ عدي أبو حاتم من السعودية. على راسنا. أوجه له خالص تحياتي على طول. يستفسر ويسأل وياخذ بنصيحتي. وهو أيضا يريد يكون له في الحق الكبير جدا وطلب من عندي زيجات عرب كمية كبيرة وأنا ما عندي لأن أنا مخليهم كلهم بسطة. نعم. فوجهت توجيهات يعني من صالحه هو. أسأل الله أن يحفظك. يقول أنا ما أريد أنطيهن غير أكل طبيعي وما أريد أنطي أي لقاحات. وما نصحته بهذا، قلت له لا تنطيه اللقاحات، لازم اللقاحات. ضروري. لأن حقك هذا الكبير لازم. بس نطيته بعض المخلطات اللي تفيده وتقوي الدجاج مالته. بميزان حسناتك ان شاء الله. وشنو رايك بقناه محمد تي في؟ قناه جميله ولطيفه وخدمه المواطنين وخدمه الطرفين البايع والمشتري. انا بخدمته. واسطه خير هو. ولا تنسانا بالدعاء لقناه هومان تي في ايضا. ان شاء الله ان شاء الله. نسال الله التوفيق. اي والله دعينا نوصل المليون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت انسان تستاهل. ربي يحفظك عم ابو حيدر. انسان هم خلوق ولطيف وحباب وكامل من كل النواحي. ربي يحفظك يا بل كمان انسان لله. انسان بريء. على راسي عم ابو حيدر بارك الله فيك. مثل ما صورنا لكم اكو حلال للبيع وحلال للعرض فقط. اخواننا الاعزاء هاي جوله محميه العم العزيز ابو حيدر. نسال الله ان يبارك له بحلاله ويكفيه شر الحسد والعين. العنوان مره ثانيه واخيره. نعم عم ابو حيدر. بغداد زعفرانيه شارع المعهد بالقرب من سده نهر دياله محله 960 بين السدتين. السلام عليكم عمو حيدر. اهلا وسهلا. شلونك عمو؟ الحمد لله. كل عام وانت بالف خير. اجمعين اجمعين ان شاء الله اجمعين كل الناس كل الطيبين. ربي يحفظك. احنا اليوم بضيافه عمنا العزيز ابو حيدر وراح يشرح لنا على هاي اللي عنده الغرفه اللي مخليها بالمحميه مالته اللي يخلي بيها الافراخ ويخلي بيها الدجاجات الكاركات اللي ينيمها على البيض ويخلي مخلي بيها الفقاسه. تفضل عم ابو حيدر بالشرح على هاي الغرفه. يا اهلا اهلا وسهلا. ومنورنا قبل كل شيء. اولا هذه الغرفه انا مخليها فقط للتفقيس. عندنا هنا مفقسه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شنو نوعيتها هاي عم ابو حيدر؟ المفقسه صينيه. صيني. 98 بيض. انا ما اخلي بها هذا العدد. نعم. ما اخلي بها هذا العدد لان مو كله يطلع. وكذلك مخلي بها ثلاث دجاجات كرك نايمات. على قفاص هسه راح نشاهدهم ان شاء الله. وعندي هنا مجموعه افراخ مختلفه براهما وكوجين ولوغمان الهولندي وعربي وهراتي. بارك الله بيك. وخذني القسم الاخر هميني انا عازلهن. براهما لاي الدكتوره؟ لاي الدكتوره. احسنت. وهذه همين ايضا عندنا هنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكسة اليوم فكست ان شاء الله والبارحة بالليل جواهم بعد بيضات وثلاث افراخ مفكسة. كوجين شعر هاي؟ شعر كوجين خمسة اصابع وجه اسود من كل الوجوه كاملة يعني مثل ما نقول درجة اولى او خط اول يسموه بس مو عظم. نعم مو عظم. هاي الافراخ مالتها ثلاثة؟ اي ثلاثة. واكو بيهن منقرات البيضات؟ بعد بيهن اي ايضا. اي اكو بيهن منقرات بيضات تقريبا 10 بيضات باقيات. اي اي بالحد. بارك الله فيك. هاي للبيع ان شاء الله عم ابو حيدر؟ ان شاء الله ان شاء الله للي يرغب بيهن ما نعرف بعد الله انه رب العالمين. قسمة رب العالمين ان شاء الله. رزق هو من الله. بارك الله فيك. من الله. بارك الله فيك. شلون سعرها هاي عم ابو حيدر؟ هذه هي وافراخها راح نحسبها 100. 100 هي وافراخها والبيضات الجواها وبعد يم رب العالمين يطلع عن باقي الافراخ البيضات هذني بس يبقى ذني الثلاث افراخ هن اكو بيضات بيهن منقرات.
تحياتنا لكم. سعرها 100,000 نهايتها بها مجال عمو ابو حيدر ان شاء الله بها مجال ان شاء الله بها مجال للشراء اخواننا الاعزاء. هذا البيض مثل ما تشاهدون العدد جواها هذني هنا 10 بيضات باقيات اكو بهن منقرات اخواننا الاعزاء، وهذني 3 فراخ تفقيس حديث يعني بالجديد مفكسات. تحياتنا لكم. سعرها 100,000 وبها مجال. كوجن 5 أصابع شعر كلش حلوة ما عدا مو عظوم، يعني ما مكعكلة وعظوم، هي كعكولتها صغيرة بس مو ذيك القوية مو العظوم. تحياتنا لكم. عيوني عم ابو حيدر عندنا هنا دجاجة هراتية نعم ايضا نايمة على بيضات، يعني تقريبا 3-4 أيام ويفكر ان شاء الله. 3-4 أيام هاي البيضات ما شنو ذني؟ بيض هراتي، بيضة هي وعرب، بيض عرب وبيض هراتي ودجاجة هراتية. هاي اخواننا الاعزاء شلون سعرها هاي عم ابو حيدر؟ والله هاي خليها للعرض، هاي للعرض فقط. هاي ان شاء الله مني فكسن الافراخ شوف عم ابو حيدر يكبرهن ويبيعهن يعوفهن نصورهن على الفيديو الثاني. هاي الدجاجة عزيزة للعرض فقط، هاي الدجاجة مالته مستعز بيها وحنينة مثل ما تشاهدون. هسه لا تنقر ولا شيء، انا يعني جاي هسه جاي يمها احرك بيها وماد ايدي يمها ما تنقر مثل ما تشاهدون. هاي دجاجة مستعز بيها العم العزيز ابو حيدر، ان شاء الله يبارك بحلالك عم ابو حيدر. ايضا هنا دجاجة اختها، هاي بالضبط اختها، اختها هم يعني نايمة على بيضات ابراهما وهراتي وعربي. ابراهما وهراتي وعربي للعرض فقط؟ خمس ايضا للعرض، للعرض فقط والعدد 15 بيضة. من يطعن الافراخ لا نعرضهم للبيع، الافراخ للبيع بس، ذني الدجاجات للعرض فقط مستعز بيهن رجاء اخواننا الاعزاء. لا حد يحرج العم العزيز ابو حيدر، حسبون ان شاء الله مثل عمكم مثل خالكم مثل ابوكم اخوكم الكبير. هاي الدجاجه وهاي الدجاجه ذني للعرض فقط هراتيات، هاي جواها بيض هراتي وعربي ان شاء الله يزيد ويبارك ما بقى لهن شيء، وهاي جواها بيض ابراهما وبيض هراتي اسال الله ان يزيد ويبارك. هاي للبيع الكوجين ومفكسه 3 فراخ وعندنا بيضات منقرات وبيضات بهن فراخ ان شاء الله. هاي ب100,000 وبها مجال، هذني للعرض فقط. طبعا ما شاء الله الاقفاص مرتبه، غرفه جميله بها مبرده اخواننا الاعزاء، وهنا مخلي لهن علاجات وحتى مي يخلي لهن مي مقطر. وهذا العلف مالتهن العلف الناعم مال الافراخ، وهاي مبرده ومخلي لهم مفرغه بالغرفه وتهويه ما شاء الله على مود يدخلن لهم ضوء الشمس. وهاي نرجع للمفقسه عم ابو حيدر، قلنا هاي ايش قد العدد البيض مالتها لشيله؟ 98 العدد 98 قلاب، هاي قلاب اوتوماتيك درجه اولى، يعني عدل المي انا اخليها من هنا، عدل المي خلي لها من هنا مال الرطوبه. هذا المي مال الرطوبه بارك الله بيك كل يوم 2-3 من هاي 2-3 كل يوم يخلي لها على قد هاي 2-3 وهي الدرجه يعني ثابته 37.4 أو نص عاشت ايدك، وهاي 55 عاشت ايدك. هذني الدرجات تحفظوهن اخواننا الاعزاء ثابتات 37.4 أو نص عادي، وهنا 55 هنا درجة الحرارة وهنا درجة الرطوبة اخواننا الاعزاء. هاي الحرارة لازم 37 ونص هي تنزل تصعد على الطبيعية، وهنا الرطوبة مو عم ابو حيدر هنا من 45 إلى 55 الرطوبة لازم اخواننا الاعزاء. هاي اوتوماتيك، هاي تنصح بها عم ابو حيدر للمبتدئين؟ والله ثاني شيء طبيعي يعني اذتني مراية بس نعم استفسرت من السنك نعم او من التقاليد من عندك قنوات نعم زدت لها ثقوب، يعني خليت لها ثقوب بارك الله بيك واحد منا وبالجهه المقابله واحد نعم، فانا ضفت لها 4 ثقوب ما التهويه للتهويه بارك الله بيك على مود شو يصير نجاح حتى يدخل اكسجين، احسنت هو يصير بها نقص اكسجين بارك الله بيك. فانا بالنسبه لي انصح انه بس الطابق الاعلى يخلون بيه بيض، الطابق الاعلى هذا فقط بيض، يعني ما يترسها يفولها 98 لا 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 ما يطلع بارك الله بيك، يعني لان هاي اخواننا الاعزاء صيني مثل ما سمعتوا العم العزيز ابو حيدر يقول لازم يخلي بس بالطابق الفوق بيض 98 بيضه، يعني يصير خلل عندكم
التفقيس يصير مو تمام، خلي بس بالطابق الفوق واضمن ان شاء الله تضمن فوق 70% 75% ان شاء الله. فضل رب العالمين، فضل رب العالمين يزيد ويبارك ويكثر حلالك ان شاء الله. هسه نجي على الافراخ، نبدا بالابراهمه. هاي الابراهمه هذني للبيع، هذني قسم بهن للبيع وقسم بهن جيد للعرض فقط. اكو بهن للعرض واكو بهن للبيع، طبعا اعمار مختلفه. نعم إيه. ابراهمه لا يد دكتوره مثل ما تشاهدون، اكو كبير ووسط، اكو كبار ووسط وصغير. عيني شلون اسعارهن ذني؟ شلون اسعارهن؟ الكبار زوج 75، الكبار زوج 75 والوسط 50. الوسط الزوج 50. اخواننا الاعزاء هذا انتاج عراقي مو مال يعني هاي مكركهن هنا، انتاج عراقي يعني حتى ما شاء الله امهاتهم موجودات ومضمونات ان شاء الله وملقحات لقاحات كامله. كامل كامل لقاحات. تحياتنا لكم. هذني ابراهمه لايد دكتوره وعنده هنا كبار ايضا، هسه راح نشوفكم اياهن هنا مختلف الانواع. شو تريدون ان شاء الله موجود يم العم العزيز ابو حيدر. الزوج 75 والصغار على ايش قد؟ الوسط 50. الوسط الزوج 50 والكبار هذني الزوج على 75 وبهم مجال، يعني مو اسعار نهائيه. ان شاء الله تعالوا للعم العزيز ابو حيدر وما يقصر وياكم ان شاء الله. اسال الله ان يحفظك عم ابو حيدر. الله يسلمك. عيني هسه نجي لهذا القفص البي الافراخ. بسم الله. عده نوعيات هنا، عده نوعيات. والله عم ابو حيدر افضل، لا افضل منا اول شويه. عاشت ايدك، عاشت ايدك. هنا بي عربي، بي ابو رهيبه، بي براهمه، بي هراتي، بي كوجن شعر. شو تريدون موجود؟ والاعمار متساويه هنا اخواننا الاعزاء، الاعمار متساويه. عيني عم ابو حيدر كامل اللقاحات ان شاء الله. كامله كامله. هذني شعر ب 50 الف، ذني ديك دجاجه شعر. شعر بطني كلش حلوات، خمس اصابع. خمس اصابع. وجه ازرق ومكعكلات وكلش حلوات ولون واحد. لون واحد. عاشت ايدك، عاشت ايدك. عيني الزمن ابراهمه عم ابو حيدر، ابراهمه لايد دكتوره. على راحتك، على راحتك عم ابو حيدر. هذا هذا الديك. هذني 75 الف ابراهمه لايد دكتوره خط اول. خط اول امريكي فول تحاجيل مثل ما تشاهدون. فول هاي الدجاجة وهذا الديج ما شاء الله لا قوة الا بالله. اكو بعد شو تريدون؟ جولد، اكو براهمة، هراتيات، عربيات. الزمن على راسك، على راسك. لوهام اللومان الهولندي. هذني لوهومان، لوهومان الهولندي. بياض، بياض هذا الاحمر البياض، الاحمر البياض. بياض دجاجات ذني؟ هذا اي دجاج، دجاجات ذني فقط، فقط دجاجات ذني. التك ب 10، التك على 10 ذني، على 10 هذا لو هومان، هذني لو هومان. هذا يعني منا بالبيت. بارك الله بتفقيسك انت بالبيت. انتاجك عاشت ايدك، عاشت ايدك. هذني هراتيات عم ابو حيدر. هراتيات، هراتيات. بي زوجهن ذني؟ هذني زوجهن 15. هذني ب 15 الف. زين العربي ابو رقيبه، هذا العادي العربي ابو رقيبه على 5. الزوج 5؟ لا الواحد، الواحد ب 5، الزوج 10. الزوج 10. هذا ابراهمه جولد، ابراهمه جولد هاي. اي ابراهمه جولد هذا مشمشي كلش حلو. شلون سعرها؟ هذا عرض فقط، هذا العرض فقط. هاي مستعز بيها، مستعز بيها. بارك الله بيك، بارك الله. شوفنا، شوفنا ابو رقيبه. هذني ابو رقيبه ديك دجاجه كلش حلوات، لون حلو. هذا ابو رقيبه الدجاج المودلي اخواننا الاعزاء. ابو رقيبه زوجهن 10000، الزوج 10000 ابو رقيبه. شوفنا العربيات العاديات. يب هذني عربيات عم ابو حيدر. عربيات هذا الديك وهاي الدجاجه عربيات. طبعا عند اخواننا الاعزاء هاي جاي نشوفكم نماذج. بيد ذني زوجهن؟ هذني 15. زوجهن 15. هذا العربي الاصلي مالتنا اخواننا الاعزاء، العربي مالتنا الاصيل، مو هذا مال المفاقس والمستورد. اخواننا الاعزاء تحياتنا لكم. شو تريدون؟ شو تريدون موجود هنا؟ هاي الافراخ وعمر واحد، عمر واحد ذني اخواننا. هذني سود؟ ذني سود. هذني سود كوجن ذني بيش؟ ذني 50. هذني 50 الف. همني شعري خمسة اصابع، وجه اسود، منقار اسود. هاي الدجاجه وهذا الديك 50 الف. تحياتنا لك عم ابو حيدر ويزيد ويبارك بالحلال. اخضر اطلع اطلع اطلع، تعبناك حبيبي عم ابو حيدر، تعبناك يا غالي، تعبناك. خلي اخذ راحتهن.
كامل اللقاحات مالتهم. كامل اللقاحات بدمتي أنا. يعني اللي ياخذهن يطمئن إن شاء الله. إلا ورا 6 شهور. إلا ورا 6 شهور يلا تلقحوهن إن شاء الله. أو بداية كل موسم. حلال نظيف وناصح قدامكم إخواننا الأعزاء. هنا بي أبو رقيبة، بي هراتي، بي لوهومن هذا البياض الأحمر، بي إبراهما، بي هراتي، شو تريدون موجود إخواننا الأعزاء. حلال العم أبو حيدر رقم تليفونه موجود، راح أخلي لكم إياه بالفيديو واتصلوا عليه. العنوان مالته الزعفرانية شارع المعهد، تعالوا له ما يقصر ياكم. وما عنده خدمة توصيل، أي عفية. لا يوجد خدمة توصيل إخواننا الأعزاء، وممنوع المراسلات إخواننا الأعزاء. وحجز الحلال، تعال أنت شوف الحلال يعجبك يلا تاخذه. نرجوكم إخواننا الأعزاء. العنوان مرة ثانية، العنوان بغداد الزعفرانية شارع المعهد، جامع المصطفى، قرب جامع المصطفى، نقطة دالة، محلة 960 بين سدتين. ربي يحفظهم. 17 كتكوت هذا الأحمر البياض، الأحمر البياض درجة أولى، وبيهن 3 كوجن وواحد هرات. عين الزوج على ايش قد ذني؟ الكوجن الزوج ب 15. الكوجن الزوج على 15. والهراتي تك واحد ب5. الهراتي هذا واحد ب5. وذني اللوهمان الواحد ب4. نشطات وحلوات مثل ما تشاهدون اخواننا الاعزاء. هذني الكوجنات 3 مثل ما تشاهدون. هذني الكوجنات، هذا الهراتي، وهذني اللوهمان. تحياتنا لكم. الكوجينات ب 15 الزوج، اللوهومان الزوج على 8، والهراتي وحده ب5. وهاي اسعار مو نهائيه. تعالوا لعمكم ابو حيدر ما يقصر وياكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.